يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً. نعم. هل يستفاد من هذا الحديث جواز لعن الخوارج الذين أحدثوا بدعة الخروج على حكام المسلمين والذين يكفرون ويفجرون، وكذلك يستفاد منه لعن الروافض ولعن العلمانيين وغيرهم ممن أحدث حدثاً؟ في فرق بين لعن العموم ولعن المعين. لعن عموم أصحاب الجرائم الكافرين الكاذبين الظالمين هذا ورد في القرآن، ورد في السنة لعن أصناف من أصحاب الكبائر كما ذكر ابن القيم في الجواب الكافي. فلعن العموم غير لعن الأفراد. لعن العموم ممن جاء الدليل بلعنهم في القرآن أو السنة يلعنون، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على السارق، لعنة الله على المصورين. من جهة العموم يلعن من لعنه الله ورسوله، أما لعن المعين هذا هو محل الخلاف بين العلماء، لأنه لا يدرى، لعله يتوب، لعله تاب، ما تدري عنه، فأنت تخاف عليه لكن لا تصدر عليه اللعن وأنت ما تدري عن خاتمته. نعم.